ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجيلك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا حمزه دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني، ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه، حصل بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلد قشطه يا مايا. لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا ايه ينفعش حد يا ستي بتقول لك بكره انت حاولي. معلش الزمن عندها ضغط يا عمي. يلا انت راخر يلا رتب وهو من هنا يلا هات من هنا. ده مش تقرير ضابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في همسة عتاب. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه حبيته من قلبك؟ حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك في ايه هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائلية؟ انا هتبناهم، انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم، مالك تسيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، امان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا لطريق المخدرات، توليفه عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي، فتصرفت. انت اتجننت؟ بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالسو ده؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لفف لك جوينت الصباحة. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني، ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع ليه ما تولعش في بيتي ابدا؟ انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. اوبا عالكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هوبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيوني بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. عشان مش عاوز يفهم الحرس. ايوه علشان هنعدم. ايوه لفت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرس. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. أنا مش هستنى نتيجة التحقيق، أنا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم أعمل حفلة عند سعادتك هنا في البيت. ده أنا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمة دي تنجح أنا عايز قلبك يبقى قلب أسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلتهولي؟ وأنا لا يمكن أسمح لك إنك تحول بيتي لجرسونيرة. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا حسومه. ده حازم. امال هيكون عمرو؟ مين؟ عمرو شارب اصطباحتك. الجركة ابو كرتون يا فندم الاصطباح اللي عاملها لك بتاعت العريق دي. يعني كان زماني انا مطرحه. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفله. هتفضل انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي.